السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بألف خير ان شاء الله. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم الساندويش او بوكاديوس ديال الشمال. والبوكاديوس ديال الشمال كيف كنعرفوا كيكون مختلف شويه على البوكاديوس اللي كنعرفوا. بزاف تاع الاخوات كيحمقوا على هذا البوكاديوس، ومنهم انا كيحمقني. غادي نتقاسم معكم الطريقه الصحيحه ديال الساندويش او بوكاديوس ديال الشمال اللي كيتباع في الزنقه، ولا ربما احسن والد ما نزيدش نطول عليكم اكثر، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. اول حاجه كناخذها هي الخضر اللي انا محتاجاها واللي غسلتها من قبل. كناخذ الخس اللي غسلته مزيان ونشفته وكنقطعه على شكل شرائح رقيقه. كناخذ البصله وكنقطعها على شكل قطع صغيره. تقدروا تستعملوا البصله البيضاء او الحمراء بحال بحال. اي نوع تاع الخضره ما بغيتوش تستعملوه يمكن تستغناو عليه. انا شاركت معكم غير الوصفه الاصليه تاع البوكاديوس ديال الشمال واللي كتكون في السناك. نتمنى منكم تجربوه وانا اكيد غادي تحمقوا عليه. كناخذ الطماطم اللي كنزول له الراس ديالو، وكنخليه بالقشور وكنقطعه على شكل طولي. وانتم الاخوات تحكموا في جميع انواع الخضر اللي بغيتوا تستعملوها، غير كيف سبق لي وقلت انا شاركت معكم غير الوصفة الاصلية. هنا كناخدو الجزر اللي غسلناه من قبل ونشفناه، غادي نزولو له القشرة تاعو وغادي نحكها في الجهة الرقيقة. كملوا الفيديو حتى الاخير وغادي تشوفوا الشكل النهائي تاع البوكاديوس ديال الشمال اللي انا اكيده انه غادي يعجب الاخوات. ضروري الجزر كنحكوه في الجهه الرقيقه. من بعد ما كنحكو كناخذ اخواتي هذه الخطوه اللي مهمه. كناخذ الجزر اللي حكيته وكنعصره مزيان من الماء. علاش كنزول منه الماء؟ حيت الماء كيف زق لينا الخبز نتاع البوكاديوس، وبالخصوص حنا كنستعملوا الصلصه وكنستعملوا طماطم، فمن الاحسن نحيدو من الجزر الماء. وهنا غندوز الخيار المخلل او الكرنيشو وكنقطعوه على شكل قطع صغيره. وضروري في البوكاديوس نتاع الشمال كتلقى فيه الخيار المخلل او الكرنيشو من الاساسيات نتاعو. كناخذ قطعه من الكاشير وكيبقى اختياري، يمكن لك تضيفيه يمكن لك لا. انا هنا ضفته لانه حتى هو كيكون في البوكاديوس ديال الشمال. فانا كيف سبق لي وقلت شاركت معكم الوصفه الاصليه، وانتم اي خضره ما عجبتكمش تقدروا تزولوها، واللي عجبتكم تحتفظوا بها. ودابا غندوزو للصلصه الاساسيه في البوكاديوس ديالنا اللي حضرنا. كناخذ الصلصه الجاهزه المايونيز
وكنضيف لها هذا المكون اللي كيغير المذاق نتاعها بشكل رائع. كنزيد عليها معلقه تاع الجزر اللي سبق لي وحكيت من قبل، وهنا سيداتي غندوزو لجميع العناصر اللي حضرناها من قبل. عندنا علبة الطون، الخس مقطع، الزيتون مقطع، الخيار مقطع، الهريسة، الجزر، الطماطم، البصل، الكاشير، الجبيدات مسلوقين. الصلصة اللي حضرناها من قبل قسمناها على جوج الأقسام، وضروري ضروري من الفريت في ليبوكاتيوس، اهم حاجه ان الفريت كيكونوا سخان، لان البنات كيعرفوا ان ملي كتمشي تاخد البوكاتيوس فضروري كتلقى الفريت سخون. وهنا كناخد الخبز او الكمير. اول حاجه كنديرها كنفتح الخبز وكنزول له البابا نتاعو، واول حاجه كنستعملها في الخبز او الكمير هي الصلصه اللي كتجي رائعه، بالخصوص ملي كتضيفوا ليها ديك المعلقه ديال الجزر كتجي صلصه رائعه. كنتمنى منكم تجربوا هذا البوكاديوس، ولا عجبكم تكتبوها لينا في التعاليق. وانا اكيده ان جميع الاخوات اللي بعاد على الشمال فاكيد هما عندهم علاقه بهذا البوكاديوس، فانا قربتهم منه. وهنا الاخوات غادي نبدا نعمر بجميع العناصر اللي حضرناها من قبل، وكيف قلت لكم الاخوات يمكن لكم تستغناو على اي نوع تاع الخضر، غير انا شاركت معكم الوصفه الاصليه ديال الزنقه او اكثر. واهم حاجه انه حضرناه في المنزل، يعني عارفين اشنو كنعطيو للاسر ديالنا. وشاركت معكم هذا البوكاديوس باش الناس اللي بعاد على الشمال يجربوه وغادي يحسوا براسهم بحال راهم في الشمال. كاين بزاف تاع الاخوات اللي عزيز عليهم. وهنا سيداتي كنستمروا في الملء تاع البوكاديوس ديالنا بجميع المكونات اللي حضرناها من قبل، جربوها الاخوات وانا اكيد انكم ما غاديش تستغناو عليه. وهاد العلبه ديال الطون راه كنحتفظوا بها بالزيت ديالها. البيض سيداتي كيبقى اختياري، بغيتي ديريه ديريه، ما بغيتيش يمكن لك تستغني عليه. غير هو لمشيتي للشمال راه ضروري كتاكلي البيض في البوكاديوس.
بزاف تاع الاخوات كيعرفوا هاد البوكاديوس ديال الشمال وكيعرفوا طريقه التحضير. انا شاركت معكم غير باش نقربكم من شمال المغرب، اللي بلاصه زوينه بزاف وما يمكنش تمشي ليها وما تاكليش البوكاديوس. وها هو الشكل النهائي تاع البوكاديوس ديالنا، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. قربتكم ولو قليل من منطقة شمال المغرب، وجربوه راه جا رائع وجا زوين بزاف وجا لذيذ. واهم حاجة انكم غتعرفوا اشنو غادي تعطيو لوليداتكم، فانا كنشجعكم تصايبوه في المنزل.